دلوقتي جه ميعادنا مع اخر فقراتنا النهارده في هذا الصباح وقراءه في ابرز عناوين الصحف المصريه الصادره اليوم واللي منورنا فيها النهارده الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد الجيلي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين. سعداء بوجود حضرتك معنا استاذ محمد. قبل ما نبدا حوارنا مع حضرتك هنروح نستعرض ابرز العناوين ونرجع مره ثانيه. خلينا نبدأ مع حضراتكم العناوين من بوابة الأهرام وتحديدا هنقرأ منها هذا العنوان. الرئيس السيسي يوجه بتوفير العلاج اللازم للطفل الفلسطيني محمد أنور الذي يعاني السرطان. من الوطن هنقرأ عنوان الرئيس السيسي يوجه بعلاج طفل فلسطيني يعاني من السرطان. من اليوم السابع أيضا هنقرأ هذا العنوان الرئيس السيسي يوجه بتوفير العلاج للطفل الفلسطيني محمد أنور مريض السرطان. أستاذ محمد حضرتك شايف إزاي هذه الاستجابة السريعة والفورية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطفل الفلسطيني محمد أنور اللي رصدتها كاميرا إكسترا نيوز وحقيقة هي ليست الأولى من نوعها؟ بالفعل يعني الرئيس السيسي عودنا منذ يعني تحملي مسؤولية رئاسة البلاد والمواقف الإنسانية كبيرة جدا على المستوى حتى على مستوى الحالات الإنسانية في مصر وخارج مصر وطبعا في القلب منها أهالينا في غزة. وبمجرد أن عرضت مشكلة هذا الطفل استجاب الرئيس السيسي فورا ووجه بعلاجه داخل مصر لأنه مريض طبعا بالسرطان. وشفنا كلنا وتابعنا لقاء أسرته مع إكسترا نيوز واللي تكلموا فيها عن كافة التسهيلات اللي السلطات المصرية لحقيقة كل الأسر اتكلمت في نفس النقطة بالفعل يعني وبشكل تلقائي جدا كلهم أكدوا على نقاط محددة جدا. النقاط المحددة جدا أولا هم ردوا على كل اللي بيحاول انه يعني يضعف دور مصر في هذه الأزمة او انه يتكلم عليها بشكل لكن كان رد فعلا انه كان في تسهيلات غير عادية من السلطات المصرية ما يعني حتى الطفل هم اللي تحملوه وشالوه دخلوا المعبر المفتوح منذ بداية الأزمة والرئيس السيسي يتحدث عن هذا الأمر وقالها في احتفالية قدرهم باختلاف ان المعبر لم يغلق ابدا وده بيرد على كل اللي الاعلام اللي بيحاول انه يعني يجر مصر الى يعني امور مش حقيقيه وبالتالي دور مصر التاريخي تجاه هذه القضيه وخلال هذه الحالات الانسانيه يؤكد على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الحالات الانسانيه زائد كلامهم ان هم دخلوا بدون اي رسوم وطبعا الكلام والشائعات الكثيره اللي بتتردد علشان خاطر تنال من مصر وهذا ما يبثه الاعلام العبري وبالتالي موقف مصر صامد ومواقف الرئيس السيسي الإنسانية طبعاً. كبيرة جدا وتحتاج إلى حلقات لإبرازها.
طيب هنتكلم مع حضرتك عن الدور السياسي أو الدبلوماسي للدولة المصرية. ننتقل إلى أخبار اليوم ونقرأ منها عنوان: مصر تبذل كافة المساعي لإيقاف إطلاق النار بغزة قبل رمضان. ومن أخبار اليوم أيضا نقرأ عنوان: إدخال 120 شاحنة مساعدات لغزة ومعبر رفح يستقبل المصابين. حضرتك بتشوف إزاي الدور المصري في دعم القضية عبر تقديم مساعدات واستقبال الجرحى والمصابين عبر معبر رفح، وطبعا الدور الدبلوماسي اللي لم يتوقف من 7 أكتوبر؟ يعني هو دور مشرف كما نؤكد دائما. مصر هي من قادت جهود الإغاثة لأهلنا في غزة، والعالم كله الآن يؤكد على صلابة الموقف المصري. مصر تحدت جميع السيناريوهات الإسرائيلية للانتهاك والكارثة الإنسانية التي يعد لها سابقا في غزة، وبالتالي يعني نبهت على إسرائيل وتحدت إسرائيل، وحتى المساعدات التي دخلت عبر معبر رفح، وأيضا هناك إنزال لمساعدات عبر الطائرات بالتعاون مع الأردن والإمارات، وهذا يؤكد على موقف الدولة المصرية وقدرتها على الحشد. أكثر المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة كانت من مصر، عندنا 40 دولة زائد منظمات عالمية كثيرة أدخلت مساعدات، لكن أكثر الأطنان، مئات الألاف من الأطنان دخلت عن طريق مصر. الجهود الدبلوماسية كبيرة جدا، وبنشوف الجولات المكوكية للسيد وزير الخارجية، بنشوف تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المسؤولين الدوليين فيما يتعلق بالأمر في غزة، وشوفنا من كم يوم كان في اتصال ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السيسي، الرئيس السيسي تلقى الاتصال من الرئيس الأمريكي، وكان هناك توافق على ضرورة عدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة، لأن الخاسر الأكبر هو العالم ليس الإقليم والمنطقة فحسب، لكن مصالح كل الدول مهددة إذا حدث ما لا يحمد عقباه، وحدث من الجانب الإسرائيلي يعني ضرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني بهذه الكميات الكبيرة من البشر. وبالتالي الجهود الدبلوماسية والجهود السياسية في مصر جهود مشرفة جدا، وموقف صلب ووضع العالم أمام مسؤولياته، ونتمنى أن يعني تسفر هذه الجهود عن وقف إطلاق النار قبل دخول شهر رمضان المبارك بإذن الله، وهذا ما تعمل عليه الدولة المصرية الآن بإذن الله، لأن الوضع حتى إنسانيا صعب جدا في قطاع غزة. يا أستاذ محمد، يمكن ده هيقودنا إلى مع استمرارنا طبعا في الملف الفلسطيني، هنقرأ هذا العنوان من الوطن: دماء على البلط الأبيض. من أخبار اليوم هنقرأ: العالم ينتفض من أجل غزة اليوم، الجوع يحصد أرواح الأطفال، وتوقف كامل للخدمات الطبية شمال القطاع. هذا الاستمرار يعني للاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم المختلفة ضد المدنيين يا أستاذ محمد في قطاع غزة، كيف ترى هذا الأمر وأثره على الحياة هناك بشكل عام وعلى تقديم الخدمات الطبية بوجه خاص اللي أصبحت متدنية بالغاية، بل ربع يعني زي ما قال هذا العنوان شبه انقطاع تام في تقديم هذه الخدمات؟ يعني في التاريخ ما شفناش أزمة إنسانية بهذا الفجر في الانتهاك وكرامة الإنسان مثل ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين. لو كان هدفهم بالفعل هو القضاء على حماس أو الفصائل الفلسطينية المسلحة أو فصائل المقاومة، فهم يعني لديهم أجهزة استخبارات وعارفين، لكن الهدف ليس فقط حماس، ولكن الهدف كما أكدت القيادة المصرية هو تصفية القضية الفلسطينية، أن تتحول غزة إلى ركام فلا يستطيع الفلسطينيون العودة إليها مرة أخرى أو العيش فيها، وتصبح أرضا مستباحة للاحتلال الإسرائيلي الذي يعني ينشئ الكثير من المستوطنات ويسلح المستوطنين، وهذا ضد الاتفاقيات الدولية وضد القانون الدولي. وبالتالي الهدف الإسرائيلي هو القضاء على الشعب الفلسطيني وليس على حماس، وهذا ما تفتق إليه ذهن القيادة المصرية منذ 7 أكتوبر، وحذرت ولازالت تحذر من أن تصفية القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتم لا على حساب مصر ولا على حساب غير مصر، وبالتالي كان موقف صلبا. والجانب الإسرائيلي يعرف قوة الجيش المصري، ويعرف أن القيادة المصرية إذا تحدثت فهي لا تتحدث لاستهلاك الإعلامي، وقد وضعت خطوطا حمراء في عدد من الأماكن، ولم يجرؤ أحد على تجاوز هذه الخطوط الحمراء، وبالتالي القيادة المصرية حريصة على عدم تصفية هذه القضية الفلسطينية. ما حدث في 7 أكتوبر أحيا القضية الفلسطينية رغم الأزمات ورغم الكارثة الإنسانية، لكنه أحياها وجعلها أيضا يعني تطغى على السطح مرة أخرى. ونتحدث اليوم والقيادة المصرية تتحدث اليوم عن دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وهو ما بدأ العالم يتحدث فيه الآن.
إضافة إلى طبعا مجابهة إسرائيل ومواجهتها والانتفاع حولها في المحاكم الدولية وكل الملفات. للأمانة نحن نتعامل مع هذا الأمر قانونيا ودستوريا وإنسانيا وسياسيا ودبلوماسيا وحتى من خلال التصريحات التي تؤكد على الموقف المصري، وبالتالي الجانب الإسرائيلي يخشى من ردة فعل الجانب المصري إذا ما حدث ما لا يحمد عقباه. وقد وضعنا المجتمع الدولي كله أمام مسؤوليات، وتغيرت النبرة كما نؤكد فعلا دائما منذ 7 أكتوبر والمواقف تغيرت لصالح القضية الفلسطينية. طيب أستاذ محمد، هنروح مع حضرتك شوية للشأن الداخلي. ومن اليوم السابع نقرأ عنوان: باقي الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة، مصر تتسلم 5 مليارات دولار. ومن الدستور نقرأ عنوان: قهر الدولار الأخضر يتراجع في السوق الموازية مع اكتمال الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة. ومن أخبار اليوم عنوان: استلام 5 مليارات دولار جديدة من صفقة مشروع رأس الحكمة. حضرتك شايف الأثر المباشر لمشروع رأس الحكمة على السوق الموازية للدولار إزاي؟ يعني خلينا نقول أنه بمجرد الإعلان عن هذا المشروع، ويعني كانت هناك يعني هزيمة للعملة الصعبة والعملات الأخرى داخل السوق الموازية، احنا كنا بنتكلم على حوالي 72 جنيه وصل سعر الدولار في السوق الموازية، وصل بعد هذه الصفقة وحتى اليوم إلى حوالي 44 جنيه، كان 72 جنيه بقى 44 جنيه، فدي هزيمة كبرى يقترب من السعر في البنك الرسمي، وده انعكس حتى على أسعار الذهب وعلى أسعار عدد من السلع. احنا بنقول ان هذا المشروع هو شراكة وليس بيعا. يعني خلينا نقول ان مصر في عهد الرئيس السيسي لم تفرط في حبة رمل واحدة، وبالتالي تعرف قيمة مصر. الاخرون هم الذين لا يعرفون قيمة مصر، وشفنا اللي كان بيروج عن ان مصر ممكن تبقى تابعة لأي عاصمة من عواصم العالم تدار من خلالها، لكن مصر دولة ذات سيادة وفي عهد الرئيس السيسي تعرف هذه القيمة، وبالتالي نحن نبحث عن الاستثمارات في ظل مناخ جاذب للاستثمار. بنتكلم عن 11 مليار دولار وديعة إماراتية تحولت إلى استثمارات يعني تشمل كل التنمية في ربوع مصر وليس في رأس الحكمة فقط. هذا المشروع شراكة وليس بيعا. هذا المشروع سيعزز من قيمة الجنيه المصري، سيوفر الدولار في السوق، وبالتالي التجار والمستوردون الآن ليس لديهم حجة لأن البنوك ستوفر هذه الدولارات، وبالتالي سنعمل على جذب المزيد من السلع وبأسعارها الحقيقية. نعم. مما سينعكس على العقارات وعلى السيارات وعلى السلع يعني الاستراتيجية. حضرتك بتتحدث عن استفادة الاقتصاد المصري ككل بالفعل هنا وليس فقط فيما يتعلق بالسوق الموازية. هذا الأمر تناوله أيضا عدد من العناوين هنشوفها مع حضرتك في نفس الملف، وهو ملف مشروع تطوير رأس الحكمة. من روزا اليوسف هنقرأ هذا العنوان: طريق التعافي، رأس الحكمة أكبر صفقة استثمارية لمصر. من روزا اليوسف أيضا عنوان: المؤسسات المالية الدولية تشيد بصفقة رأس الحكمة. من الوطن عنوان: الحكومة اكتمال الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة بتسلم 5 مليارات دولار. أثر المشروع التطوير الكبير لرأس الحكمة على الاقتصاد المصري ككل، وحضرتك كنت لسه بتشير إليه باعتباره يعني هو مشروع هيكون من وراءه مشاريع أخرى، ليست الصفقة الوحيدة أو ليس المشروع الوحيد، مع توضيح اللي حضرتك ذكرته مشكورا أنه استثمار وهيكون هناك شركة مساهمة مصرية في هذا الموضوع وليس بيع. النقطة اللي دايما بنلاقي دايما هجوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عليها، على الرغم من التوضيح المتكرر من دولة رئيس الوزراء حتى عندما سئل هذا الأمر في المؤتمر الصحفي بشكل مباشر، ووضح من اليوم الأول هذه النقطة. يعني هو شراكة وليس بيع. لن ترضى عنك الإخوان وتابعوهم حتى تتبع ملتهم، يعني ده قولا واحدا. وبالتالي هذه الشراكة يعني شراكة مهمة جدا، وخلينا نوجه التحية للجانب الإماراتي على هذا الدعم السياسي والاقتصادي للمشروعات في مصر. ومصر تزخر بالكثير من المشروعات، مصر فيها مئات مثل رأس الحكمة، وشفنا العالمين، وعندنا على مستوى الساحل الشمالي كله حتى السلوم أراضي يمكن الاستثمار فيها. فإحنا بنتكلم على حوالي 150 مليار دولار هيدخلوا من هذا عوائد من هذا المشروع على مدار مدة المشروع. وللعلم أن 35%
هي الشراكة المصرية، العوائد من هذا المشروع ستعود بالنفع على مصر، زائد أنها ستكون الإدارة التشغيل مصري، العمالة مصرية، شركات الموردين والمقاولات كلها مصرية، فبالتالي سيعود بالنفع. وإحنا بنتكلم على أنه سيؤثر على أنه بيواجه البطالة، الساحل الشمالي والأهالي مطروح سيستفيدوا من هذا المشروع الكبير. بنتكلم على وفقا لتصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء أن إحنا المشروع ده بمجرد تشغيله بعد ما يستكمل وهيبدأ في 2025 هيبقى عندنا 8 مليون سائح سنويا. نضيف جنبا إلى جنب هذا المشروع مع مشروعات أخرى ستدخل فيها كيانات عربية مع مستثمرين مصريين ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري. كما ذكرنا ونؤكد أن السنوات الست سنوات القادمة في هذه الولاية الثالثة للسيد الرئيس ستكون سنوات الحصاد وظهرت، والأهم من هذا الأمر أن ينعكس ذلك على السلع الاستراتيجية، وأعتقد أنه بدأ ينعكس على السلع. طيب هنختتم فقرتنا مع حضرتك النهاردة مع الحوار الوطني، ونقرأ من روز اليوسف عنوان الحوار الوطني الاقتصادي، الوزراء والخبراء على طاولة واحدة لإصلاح المواطن. ومن اليوم السابع عنوان الحوار الوطني خطة تصحيح المسار للاقتصاد، ومن الدستور عنوان الحوار الاقتصادي يناقش تمكين المواطن والحماية الاجتماعية بحضور ثلاثة وزراء. حضرتك شايف ازاي وجود الحكومة مع المختصين واصحاب الرأي على مائدة الحوار الوطني لبحث كل التحديات الاقتصادية، وده اللي تم وبيتم فعلا تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد؟ يعني نثمن مجهودات إدارة الحوار الوطني ونثمن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات رئيس الوزراء بمشاركة الحكومة في محور الاقتصادي، وهو محور مهم، محور الساعة وكل ساعة. ومن خلال ما يعني تم بثه من خلال هذه الجلسات المغلقة، فبوجود الخبراء وأعضاء مجلس نواب ووجود وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة اللي حرصوا للأمانة على الحضور والتواجد في الأيام المحور الاقتصادي، يؤكد أن المقترحات التي سترفع للرئيس بها حلول كثيرة. احنا بنتكلم على حلول لأزمات اقتصادية كثيرة، سقف الدين العام، بنتكلم على التعليم والصحة والدعم المقدم للمواطنين بما ينعكس بالإيجاب على المواطن المصري. وهذه هي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي يعني أعلنت حملته الانتخابية أنه ستكون هناك لقاءات تتحدث وتتعاون مع الخبراء والحكومة للوصول إلى حلول حقيقية للاقتصاد المصري اللي بالفعل هيبدأ ينتعش في الفترة المقبلة بفضل هذه التوجيهات، توجيهات السيد الرئيس، وبفضل الاستثمارات القادمة بكثافة. إن شاء الله توقعات إيجابية في الفترة المقبلة فيما يتعلق بالاقتصاد المصري. كل شكر لحضرتك الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الجالي على تشرفنا في هذا الصباح. شكرا. أنا اللي بشكركم جدا، وكل عام وحضراتكم وكل السادة المشاهدين بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله ربنا يجعله شهر خير وبركة على بلدنا وعلى كل الأمة العربية. إن شاء الله يا رب. آمين يا رب.